فينا هي الامانه امي مينا؟ فينا هي الامانه امي مينا؟ كانت حقوق 100,000 مينا، فينا هي الامانه؟ فينا هي الامانه؟ هي من الفوق، هي من الفوق. هاك الوقت، هاك الوقت، عيد ميلاد سعيد. شو نهار كان قد امك دابو التيفي ديالك كاين وحشك مشاهير، قولي لي انا شنو دايره ليك؟ يا دار العجازه، راه خاصها من البلايص. الشاف فاش كيبغيو توانسوا مع بعضياتهم تما. كتكره امي هذيك، امي هذيك اللي كتقول عليها هاد الهضره هذه، امي اولى ليا منك، امي احسن منك انت، احسن من مليون واحد. هرسو راه ماشي ديالك، ياك حيت هذا بصيف فلوسي انا، هرسو وانا خليت لك الشياطه عيش معاه، ما انا اولى ليا السوشيال ميديا والحياه اللي فيها الفلوس، ما انت نجيب 10 من قرانك ونجيب 10 احسن منك. واه البنات الحياه راه حلوه، خصكم غير تعرفوا كيفاش تعيشوها، تقابلي ليه مو تقابلي ليه به، داكشي حنا ما عندناش في القاموس ديال النساء القويات، هذوك راه غير ديال المدلولات. سمعتوا اختي؟ انا بغى مو يمشي يقابلها هو، علاش تقابليها اختي انت؟ قابلي امك اللي ولداتك وتمحلت عليك وضربت عليك تماره، شي راجل خيرك معاه هنا، ما كتباني لي خرجت لك شويه الكرش كيدير لك ها. وتوقدوا يا الدريات وديروا الخير في راسكم ونوضوا تجبدوا وقراوا الكتب، قراوا كيف اكون انت ذات كبرياء. جواد خسر معاك الله يحفظك، شي دابا خسر معاك الله. شوف حتى لداخل وي سي شعيب صافا بخير، ما عايش شيخ الحبيب صيفطنا لك 500 ديال الكيطا كراسه، الو فلاش والو زليش. شوف هادشي الله يحفظك، شوفوا مع سي الحبيب الله يرضي عليك، قول له راه قال لك جمال صيفط لي 500 ديال الكيطا كراسه، راه سي الحبيب هو اللي مكلف غيتهلا فيك، ولكن شوف الفلوس اسبيس الله يرضي عليك. كيطا كراسه صيفط لك الو 500 وصيفط لك فلاش 500، وكاين واحد المعطر درناه جديد ديال الطوموبيلات، الا بغيتي نصيفط لك واحد 500 كرتونه منه تا هو، غنتهلا فيك كون هاني. الجيران ديال اخر الزمان لا حول ولا قوه، ما عرفتش انا كيفاش بحال هذا النوع كيتشهر، الكونسيبت ديالها هو شعير العيال ولا حول ولا قوه. خويا سمح الله عليكم السلام. السلام اسمح لي اخويا راني برس شويه، واحد الدري سميتو عبدو. واش عبدو؟ راه عندك شي بينو بينك اخويا طالع عند صاحبي. هانتي شوف مرحبا اخويا، مرحبا كان صاحبك وكان خير اصلا، قول لي صح مرشوده. شو اصاحبي الفيديو تربى شويه، مسخه خانزه كتنصح في العيالات، ما نصحش حتى راسها خانزه ديال الخلع اصلا من التربيه من الوالدين، هذيك والديها مو با ما ربوهاش وجايها ان شاء الله، جاي عبدو غيفك معاها، جاي طلع وغدات عبدو تبكي عاوتاني في السوشيال ميديا المسخه ديال الخلع. الصبر اخويا انا غادي عند عبدو دابا نقضي معاه شي غراض وغندخل ليها الزبل، وهذيك الخانزه ديك المسخه ديك اللاقطه دابا طلق ان شاء الله بيت الكيليم. انا ما عرفت سميتها ايمان ولا ما عرفت سميتها ياك، المسخه ديال الخلع الله يحفظك. مسخ ايمان ياك ايمان خانزه كلبه لا حول ولا قوه الا بالله. زيدوا البنات راكم عصبتوني، زيدوا اللي باغي تسول شي سؤال والله طلع لي الدم. راجل شي راجل يكون نرجسي وطلق امه وديري ليه الخلع، اش بغيتي به؟ انا راجل اللي غادي نبدا نعاود نربي فيه ونراري به، مره يبغيني مره ما باغينيش، باغي يبقى معايا مره باغي يتفارق معايا، وما نختي على حالتي. انا خاصني الراجل اللي يتهلا فيا وندخل ونخرج بالكلام الزوين، ما نختي اللي نقابل نقول ليه عندك ما عندك. ايوا انتم هادشي اللي ما كنبغيش انا، الرجاله اش دخلكم معانا؟ علاش اخويا انت كتنقز؟ ايوا يا الله فين ولينا؟ وكنتي انت اصلا راجل بعد ما تدخل اللايف ديال العيالات. اهلا زيد سي عبد ياسر سلام عمر وسيم بخير وبعد راك عرفتي الظاهره والشيطان دري كنلعبو زيد وزعما انا هنا عدت ليك جيتي ديريك واش غندير اخويا؟ والله الا ما صحيح بخير كيدير هاني امور بخير سلك شي سلعه جديده هذه خلاص ولا شنو؟ اخويا اونتي كالكير ايه هذا اونتي كالكير ديال روبينيات هذا ديال السيما قال لي هادشي دابا لا غادي تكون سونطر عليه وناخذ من عندك بزاف ديال السلع. مرحبا
عمرك تبرد دلعتي لا غنمشي والله الا شوف زربان عندي واحد خينا كوموندي لي واحد 500 درهم كتقراصه خصني نتي وقول لي يا خويا سبحان السلعه الاخرانيه راه تباعت تغير غير هو خاصك توقف معايا شويه فلوس باش انا نبقى فين ناكل شويه حتى ديالنا صح وزيدون الرومي زيد يدير معاك ما ديرو مع حتى شي واحد على كل 50 كرتونه غنطق كرتونه صح ما ديرو مع حتى شي واحد اخر راك عارف والسلعه ما كايناش عندنا نقص في اليد العامله عندنا داخل في البروديكسيون عندنا نقص راه كنخرج لك بز وكنسر بيك انت الاول غير هي حاجه واحده ما تبقاش تعطيني دوك التريطات الله يرحمك عطيني فلوس اسبيس ولا عطيني شيك تريطات تبقى تعطل 3 شهور محمد بالنسبه للفلوس راه ملي كتكون راه كنقضي معاك الغرض شي حاجه اخرى راه ما عرفتش الفلوس ماشي مشكل مالك بغي نقول شي حاجه واش ماشي قول اخويا شنو الصحبه اللي بيناتنا والاخوه اللي بيناتنا شي بلي كنسمع صاحبي بزاف واش كتسمع اخويا محمد مسخه ديال الخلوت كتعيط لك امك وسمح لي على الكلمه اللي عيطت لك مرتك ديك المسخه خامزه ديال الخلا شوف برات قر راسك انا مو مريضه انا مريضه ايوا صاحبي وتبارك الله على سيد الرجال تبارك الله وصل علمي وانت ملي راجل السيد اش دخلك المواقع التواصل الاجتماعي باش تفرج فيا انا شنو كندير خويا عبدو انا كندوي معاك انت ما كندويش هو الباب الحباب الباب باب يلا قال لك الوسخ كيلوسخ قدكم نتوما واش عارف اش درتي عارف شنو درت عارف شكون هو هادو هما الصحاب هادو هما الصحاب وهاد السيد راه خدام معاه راه ولا كنا ناكل معاه طرف الخبز كتاكل مع طرف الخوز وتخلي عير مرتك بالمسخه وهاد الهضره كامله انت سكتتي عليها الرويجن الرويجن راه انت اللي كضلي تلوح فيديوهات ديال كلشي عباد الله تفرجوا فيهم كلشي شافهم ايوا انا صحاباتي كيقولوا لي كنصحو كنصحهم هادشي اللي كاين بقاو يديروا لي ها ديروا يدير لي ها علمتوها هادي كاع بقاو ديروها اه بها باش كناكلوا طافه الخبز بهادي ها هي بهادي باش كناكلوا طافه الخبز سمعتي كنت تبعتيني بعد ما تخلي بحال هاد الوسخ يجي خويا داري انايا هادشي اللي كديري فيه فاطمه زهراء ما عجبنيش وانت اش عاجب ها ما عجبني حتى شي حاجه من هادشي عليك حتى انا ما عجبنيش دابا بنتك على داها في دارك بعدين هي هذاك تنشقوف بعدين هي هذاك عباد الله تنصاحب عليا مع مع كل واحد وكيفاش الدوري الله غتسطيني انا والله تقدر تسطى وتسطى نيت انا بغيتك غتسطى بغيتك ها تهبل وندير ما بغيت ما نبقى لاقيه اللي يحكم فيا ما نبقى لاقيه اللي برزت ليا مخي والله الا خانس ديال الخرجه تخلي لي لداري انايا ودي عير فيا وعد وليدي وطل لي وليدي وعد وسهلا وربي وربي وحرب الله وليدي مالك وليدي انت مريضة وانت مريضة وانت وسهلا لي وليدي وانت وقفت غنمشي نجيب لك الدواء دابا دابا نجيب لك الدواء ونجيب لك اللي بغيتي انا سمحي لي الله يرضى السيمانه هذه كنعيد شويه الخدمه وشويه من برزط باش ما جيش طليت وكون سعفتيني ومشيتي جلستي معايا في دار وجلستي معايا بخير وعلى خير غتبقي جالسه هنا بوحدك ما كرهتش وليدي ما كرهتش ما كرهتش وليدي وفين غنخلي دبي حيت هاد الحوايج جات وليدي الله يهديك امي عندك بين هادشي هادشي خليه هنا صورتي على بيتك ويلا معايا والحاجه اللي بغيتيها من جيبها لك وانت حدايا شوف وليدي نضيق عليكم وليدي مرتك تبغى وليدي تبدلت بغيت تهضر تبغيت تفرج في التلفازه تبغي وانا راك عارفني وليدي راك عارفني وليدي يلا تايا انا راه غنمشي نجيب لك ونجيب لك بات تاكلي ما عندكش علاش جبت لك شي لعيبه تقديشهم ليك ان شاء الله غدا غادي نجي غنديك معايا الدار تقولي لي طابت لاش حركت صافي يلا انا غنمشي نجيب داك التقدي انا وليدي ارتقدي تقدي سير الدار ديالك سير انا فرشك بيه ومغطيك بيه سير انا في ما حطيتي رجلك تربح وليدي عبدو سير وليدي الله يستر ويهون عليك لقيتك هنا بغيت نهضر معاك شعري خسر خصني نمشي للصالون بغيت ندوي معاك فطره صافي دوي معايا جا نقولك توصلني اليوم عند داك الكوافور يلا جا من تركيا نمشي نصايب عندو شعري واش انا مونيكا ولا شنو انا ها علاش كيفاش نوصلك انا عند كوافور عند راه شري صوب لك شعرك نتيا شنو انا ديوت انا ملي نتيا تي عند واحد يدي يدور لك في شعرك انا ماشي راجل انا عواني انا زيد لا الشريف نتايا دوك المحلات اللي عندك الحوايج البيع والشراء ديال البنات وكتعامل مع البنات تقول لها اختي هذه ما جاتك جاتك شويه مزيره وانا شنو
هذيك راه خدمه، هذه خدمه ديك كنا كنا من طرف الخبز. هو خدام حتى هو راه كياخد طرف الخبز. خدام الزهراء الله يهديك، بعثي لي من داك المشقوف، وبعثي لي من داك الصحاب ديال التيك توك، بعثي لي من دوك البنادم دوك الخشبي ديال التيك توك، ودوك راه طيحوا الدل عليهم وعلى راسهم. بعثي لي من هادشي الله يرحمك الوالدين، وعيشي في دارك، قابل لي بنتك، قابل لي دارك، قابل لي ركاني، واش ركاني خازين، رتي وقال لي سمعك راه خازت ركاني، وقال لي انت. وراه تقد عليه راه درا سيدي مولاي وقاد بشغله ها وكيدخلهم باش مواقع التواصل الاجتماعي وتبارك الله ناضي تقد عليه رضا وقد على الامثله ديالو هاد الامثله اللي كيقولهم خرجت شي مثال مقود ومثال ديالو ما عرفتيش تقولو سبحان الله العظيم الرجله عفشي حوايج انا بصح قدري ليا بحال رضا دير هذوك الفلوقات تعاوني مع العيالات تعاوني مع الناس وبعد ليا مع دوك الصحاب ديال التيك توك وشي كل مره لقى كبيس وكبيس كل مره باركي عليهم لا العيالات ديروا الهادي لا العيالات فعلوا هادي راه النص في المغرب غتطلقيه بسببك ايوا رضا تعلمت منه شي حوايج خديت منه شي نصائح خديت منه شي معاطيات تبارك الله عليه الله يحفظه الله يحجبه دابا هادشي ماشي موضوعنا هذا الموضوع راه اللي طرت كل نهار كنبقى نعاود معاك نفس الكاسيطه وانا عارف اللي يفك راه ما مهمني خاصك شابعة المليون ما باغي لا فلوس لا والو امي راني مشيت عند لقيتها مريضه بزاف راه لقيت امي حالتها حال راه عرفتي كيفاش حالتها كيفاش دايره راه السيمانه ما طليتش عليها لقيت الدواء تقاد الماكله تقاد كلشي تقاد عليها كتم الزهراء بغيت نجيب امي حداها بقى نشوف فيها انا حدايا حسن لي بقى كل مره غادي مع الدب ودار الطريق وغادي تال عندها مسكينه امي مينا امي مينا مريضه اش قلتي دابا قلتي امي ما قلتيش امك امك انت قابلها قد بيها دبا لي بغيتي انا مزيدك دعوه الخير دابا حيت امي انا ماشي امك انتي ما غتقابليها ما غديري حتى شي حاجه ياك ماشي شغلي انا ماشي شغلي انا ما مساليش لامك كنقولها ونعاود نقولها وكنعاود نقولها المهم انا امي غنجيبها هنا للدار بغيتي ولا كرهتي ما غتجيبهاش للدار حيت انا ما مساليش لامك وانا امي غنجيبها واش تجيبها شكون ودابا نشوف الباب اللي دخلت منو تفرج ها والو امي غتجي حنا نشوف واش باش واش غتجي ونشوف واش غطول والله هنا صاحبو جايب ليا شي حاجه رمزيه جايب ليا شي براس لي جايب ليا شي كول ها ويلي قال لك امو باغا تجي دير الدار لا لا هادشي اللي خاصك امو ساليتي كلشي خاصتك امو ترونك في الدار يا تروني مش غتروني درك غيولي الدود يخرج ليا من الدار اختي سمحي ليا ما عندك ما ديري بهنا كنوصيك وانا اختي هضرت معاه ما كيسمعش راسه قاصح قلت لك امي امي انا بلا امي امي اللي كتدخل ليا الملايين انا ما بغيتش تجلس تيتيني لي خاصها الفطور خاصها الغدا خاصها الكوتي وهي تبارك الله وكاله ما غتساليش قول لي ما جبت امي اللي هزاني ومكبره بيا بقى يا اختي ياك هو العدل خاصني نجيب امي بحال امك بحال امك وراه امي مفرطه فيها انا على قبل السوشيال ميديا كندخل منه الملايين يا ولي العاول البارح درت لايف دخلت منه عشرات الملايين ساعتين يلا وبغيت انا واحد القاوي ايوا صافي ولا جبتي امو والله لا درتي هذا الشيء غتولي حاضيه ليل ونهار فين غاده فين جايه وين حتى تعاشرت مع هذيك مولات الضحكه تعاشرت انا وياها ونطلع انا وياها لايفات عاد هو غيجيب لي امو تيتو تنيني ليا لا سمحي لي اختي ما يجيبهاش شي مالك انت واش غادي يغلبك اصلا لا جات وراها حنت يديك مالك خايفه منها قولي لي انت يغدر على اللايفات ديالك وانا راه غير وبنتي لي خدامه وانا راه كيعارفه شكون شكون كتطلعي مع الدزاير بزاف وراه غتحشمي دابا راه هما اللي معاهم الفلوس صاحبي ياكي كيعاود عليهم الله يعمر هذا وي وانا واحد قال لك اليوم بغى يطلع معايا في اللايف قلت ليه صافي حتى 8 وما ديري لي داكشي ديال الداي عارفه لا لا صافي قهوه وداكشي راه حتى عليهم داكشي لا لا ما تخافيش اليوم غيكون واحد اللايف زوين طلعي معنا نطلع معاكم ولكن بشرط خاصني نبقى نعطي في العيال كيعجبني نبقى نعطي في النصائح إيه ما كرهتش ندير شي فوكوند ونقول شي وحده تقول لي اعتوستي وتخليني نتفرج بلاد غير خد يدي مالي هادشي اللي تفرج كيشارجي ولادك نجمه 6 زعما كتلقى راسي بعدا انا في الفيسبوك تبردي غديتك بلاد غديتي ما عندها ما تجي دير عندك اصلا والله حتى غادي تحشم بك عرفتي شنو غتولي باركه تيتينيني شوف انت كنبقى حاطه على ولدك ديري لي ديري بالتليفون فوكوند تيك توك ومع الوقيته مشات عدوسك صافي الله يعدس ليها زيد الوالده زيد ها
مرحبا في دارك. يخليك وليدا. ايوا هكا انت دابا حنا مرتاحين وانتي حدايا احسن لي ما بقيتي بعيد عليك. نهار كبير هذا مضخم. الله يعينها. لاباس لاباس الحمد لله. ايوا على سلامة الوالدة. الله يسلمك. مغليفك ولا ما مغليفش فيك؟ لا مغليفنا انت اللي خصك تهلا شوية في راسك. الحمد لله ان شاء الله. شكرا. تبعني البيت بغيتك. واخا. ها انت يما دابا من الاحسن هو انك جيتي جلستي معايا حاجه اللي خصاتك انا نوجدها ربي يخليك وليدي انا عارفه والده وعارفه ما والده وليدي غنوصيك على حاجه وحده نعم وليدي ترك عارفه المراه كيفاش داير ما ديش عليها الا قالت لك شي كلمه ما تقلقيش شوف وليدي انا كلشي في طريقك نتايا كلشي سمن وعسل وليدي كون هاني وليدي الله يخليك لي هاني امي الله يخليك لي هانت تدخلي بنتي للصالون هاني جاي حدا مالك لا ما بالي والو هانتي فرحانه انا نسيتي ما جبتيش معاك الدقه المراكشيه اش هاد الهضره هادي الخاويه اش قلت لك انا اشنو قلتي انا ما مسالياش لامك انا عندي ما يدار انا ما مسالياش لامك باش جايبه ليا امي هي الاولى السوشيال ميديا هي الاولى مزيانه لك هادي وانا نخلي امي تموت شي نهار نطلع نلقاها ميته في داك البيت مخشيه فيه اللهم تموت فيه ولا تموت عندي ما مسالياش لها باش ندير لها الكنازه واش انت صافا با فاطمه الزهراء راه بنادم ولا كيضحك عليا راه وليت شفايه العديان ماشي سوقي انايا انا ما مسالياش لهذا الشيء انا قلت لك امك انا ما مسالياش لها ودابا امي راه جبتها ولا طلعتها جبتيها وجد لها اش من حرب غير وجد لها انا غادي نوريك وجي انا امك خاصو قف ليا عند راسي وانا دايره لايف كنهضر مع احبابي كنهضر مع صحابي جات تصدع ليا راسي بغيت هادي بغيت هادي بغيت هادي انا ما مسالياش لذاك الشيء لا بغات دير الفراقه وتصب الحوايج راه متعاوش ليا تصب لها بغات طيب راه الكوكو تمشي تحرك لها شويه انا ما مسالياش لهذا الشيء الله يهديك الله يهديك انت وزيد جبتيها ليا فهاد النهار انا غاده ندير اشهار لواحد المحل جبتيها ليا انا غتقوس عليا امي دابا غتقوس عليك انا امي ولات خايبه امي دابا ولات خايبه ها كون كانت امك كنتي غتهزيها كنتي غديريها فوق من راسك الفقر هو اللي خايب الفقر هو اللي خايب اما السوشيال ميديا شمنا غير الخير والربح امك نهار تزوجت بيه ما عمر ما جات ليا حتى خاتم دابا راك كتبقى تسمع فينا سمع ولا تقعد بغاش يعجبها الحال هذيك من دابا غادي نشرطهم عليها انا دابا غنخرج نقول لهم لا انت جالسه فين غتمشي انا راه جالسه راه امك اللي خاصها تمشي جوج كلمات غنقولهم لك تبع القانون ديالي القواعد ديال هاد الدار مرحبا ما غيعجبهاش الحال ترجع منين جات فلوس الطاكسي غنعطيهم لها مزيانه لك غتعاود تقول هاد الهضره هادي غتسمعي معايا شي حاجه ما غتعجبكش خلي تشوفي وجه زوين حيت انا مشيت تخرج لك داك الوجه الخايب راه ما تبقيش تحمليني عليه صحابني انا ما كنعرفش داك الوجه الخايب ديالك حتى الا ما تطبقتيش هادشي اللي كنقول لك حتى غتشوف الوجه الخايب ديالي وريني هاد الوجه الخايب هادي اللي عندك إيوه انا بغيت نشوف وري ليا الا ما مشاتش امك راه عطاها ديها لدار العجازه راه خاصها من البلايص الشافات كيبغيو توانسوا مع بعضياتهم تما هاديك راه امي هاديك امي هاديك اللي كتقول عليها هاد الهضره هادي كون كانت امك وقلتي حاجه اخرى امك انا غنورسك شنو باغي دير هادي عاوتاني اجي لهنا امي ارى وليدي وليدي نقول لك الصراحه وليدي انا سمعت كلشي بودنيا خليني وليدي نخليك مع مرتك مرتاح فهمت ولا لا انا اللي عطى الله ما عندك فين تمشي يا امي الله يرضي عليك الله يرضي عليك ما عندك فين تمشي في دارك هذه انا ما قادر نجبد لكم مشاكل ما قادر نجبد لكم الصداع فهمتي خليني نعيش في داك البيت وليدي تيمو الامن يدي امان هذه دارك امي اجي اجي وين دارك الله يرضي عليك وليدي اجي اجي دارك امي انت ما مديتيش عليها واخا هكاك انا قلقانه يا وليدي عا خليني نمشي الله يرضي عليك وليدي المراه اللي كتبغي تعيش في دارها بوحديتها وليدي مديتيش عليها الله يرضي عليك مديتيش عليها امي داك الشيء مسحي فيا انا فهمتي راهي حشومه اميره اش بنيتي اش يا اميره بوسي المهمه بوسي المهمه انا كنت ربي صغيره بنيتي شكوني قالها لك شفتي امي شكون اللي قال لك هاد الهضره هادي حرشاتك ماماك هي اللي قالتها ليك قالت لك راك مهمينك تضرب دراري الصغار انت شوفي هاد المره هادي عاوتاني صافي امزح فيا هنا وصافي انت وليدي تمن بنيت بنت ولدي ولات محرشه عليا عاد غادي نبركه وليدي
لا وليدي عا خليني نمشي بحالاتي الله يرضي عليك امي انت ها هي اميره كما بقات غير تحملني كاع حتى من البوسه ما بقات تجي توصلني ها جا امي انت عندي ها جا امي انت عندي شيش اخلينا وليدي يمشي الله يرضي عليك امي انت وعيش انت ومرتك وليدي وبنيتك الله يرضي عليك امي انت امي ما عرفتش شنو ندير امير بوسي امينه بوسي بوسي امي بوسي امي راه غنتخاصم معاك تخاصم معاك ياك اش عجبني تاش راهي حرشت الدريه واش غندير يلا الله يرضي عليك امي انت ما خليني نمشي لبيتي خليني نمشي لبيتي وليدي الله يرضي توحشك شي عندي شوف جلسي ان شاء الله يكون صافي غير بركي وبدلي حويجاتك ورتاحي وان شاء الله ما غيكون غير خاطرك صافي الله يصوب وليدي يا ربي تصوب لي يا ربي تصوب لي يا سيدي ربي وما درت لها والو شوفي انت الله يرضي عليك يا وليدي الله يحفظك لي كبرتي وشرفتي يا سلام وبحال غير البارح شكرا يا بنتي الله يرضي عليك نوامي انا تشوف سميعات يلا اميره يلا تاتي معايا يلا ماما راح جوج ثلاثة وي بابو عيد ميلاد سعيد اميره كي جاك العيد ميلاد واه برافو كنتي قطعي لك عارفاني انا ما نعرفش نقطع سيري ملي قاعد يدك تيكو كيما الان حاولي معانا انت ماما الفاش بغيتي اه زعما الحلوه حيت فيها الكريم تاع الدجاج كامليتي شكرا وا امين جيتي خويا وصلتي يلا انا هابط عندك انا عطيني جوج دقائق انا في الدروس أموتي أنا أخذت شي حاجة مع واحد السيد واحد السيد جاب لي شي لعيبات عندك نتيت ولا شي حاجة لا دابا دابا أنا عندك خمسة دقائق عندك أموتي ما تنسى راه ممنوع ما بغيتش نقطع عليك شي أميرة سيري جيبي داك المونيكا ديالك لعبي بها تنجي لعندك كيجاتك الحلوة ها كيجاتك الحلوة واه الله يخلف عليكم ابنيتي فرحتو بيا انت الله يخلف عليك الله يرضي عليك عطيتي لولدك ما تبقيش تتابعه الا عطيتي ليا ما تبقيش تتابعه حلوة راه بنين الصراحة ولكن الحاجة ملي كتكون بنينة خصهم ليها يكونوا هاك هاك عيد ميلاد سعيد شو نهار كان قد امك دابا ودي ديالك محشوك مشاعير قولي لي انا شنو دايره ليك وتنعرف اشنو دايره لك بنتي خنقاني من هنا علاش بنتي مني اشنو دايره لك ما بقيتيش من النيفو ديالي انا من النيفو ديالك ما انت النيفو ديالي عطينا التيسير عطيتينا ولدك ولدك راه بغاك يمشي يشوفك وصافي بغيتنا ما عنده باس ياك بنيتي هذا هو الجزائر نهار الاول جا عندي وقال لي بغيت فاطمه الزهراء ما عرفتش والديك ما عرفت اصلك ما عرفت فصلك قلت لي مرحبا والف مرحبا السيناريو ديال ديما اللي كيبغي اش غنقول لك ابنيتي انت كتولدي فيهم انت كتولدي فيهم وغادي تشوفي فهمت ولا لا كما تودين تود انا بنيتي هانيه هادشي دوكا هانيه بنيتي هانيه الله يرضي عليك ابنيتي ماشي مشكل عيطي لي عليه نعيطك عليه سين سمعك واخا بيقول لك جوج كلمات سير عند ولادك جاب ليهم انا ما بغيتش ندعي فيك انا ما بغيتش ندعي فيك انت امي باش غدعي فيا ما مقبولك وين الله غادي ياخذ فيك الحق يقول لك جوج كلمات امي هيك غتشدي معايا الطرقيه دوك تجمعي حوايجك وشي بحال هكا هذيك غنحرر فيك العيشه حتى تولي انت هربانه وولدك تابعك يا مزيان دابا في قولي لي قلتيها جات وصافي انا اللي قلتيها جات انا داك غير الكلام ديال المعقول واخا وهكاك امينا الله يرضي عليك هاني يا بنيتي الله متعنا برضاتك والله ياخذ الحق امين الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق بنيتو نتفرج فيك يا ربي فرجني فيها يا ربي يا ربي تفرجني فيها اسمو الحق يا خديا وليت نتبهدل بصحتك عمري العشق جديد انتي تزوجتي وانا طحت وريت كي درتي باش نسيني لا عندك عفسه وريني مهما انتي ضريتيني تمنيت لك غير الخير وصلني خبارك ما امنتش عين درت هي الظروف واش باغي دير لي الشوكه مني
واش تقول لي شو جاي حد قدام تراني طلق من علاش ما كتجاوبش تليفونك راه صداع وموسيقى كي غندي تغنجم في التليفون صداع وموسيقى عطى راسك الوقت انك انت تجلس في بيار وتلعب معاها قد ولادك الله يعطيك غير الدنيا سير الله يرحمك الوالدين سير بدي ساعه اخرى خليني جالس مع الدراري ملي غنسالي غنجي غنهضر انا وياك لا غتمشي معايا رجلي برجلك اليوم ما بغيتكش تخرجني انا باغي نقعد انا باغي نشم الهواء ديني نخرج دابا انت بغيتي دير لي هادشي بالعاده الزكار ياه عرفتي علاش بغيت ندير لك الزكار حيت انا ملي كخرجني قلتي لي اوكي سالي لبسي وتقادي مشيت لبست وتقادي مابقاش كنتسنى فيك راه جا السيد عندي راه غنغني مع بعض ماشي السوق الله يعطيك غنخلي طوموبيلتي هنا وغتهزني بطوموبيلتك وغديني تبقى تدور فيا دور فيا دور فيا تنقول لك براك وصحابك نساهم واش دابا هادشي هذا بغيتي دير لي الزكار ياه شوف غنقول لك جوج كلمات مك دارت لي الارارف نحله دارت عليا كتزن لي فوق راسي انا عييت بغيت نخرج بغيت نشم الهواء بغيت نتنفس او واش حرام دابا انت ضراتك امي ما ضرتكش انني ما خرجتش انا وياك دابا ولا شي حاجه دفت بالزهره هاد السيد راه غادي ناكل مع طرف الخبز خليني نمشي تنسالي وراه ما نهضر انا وياك السيد اللي كنت خدام معاه قبل راك جريتي عليه من الدار ولا نسيتي واش واحد كنسمع فيه كيعير فيا في قلب داري وغنخليه نرحب بيه نعمر لي اتاي وانا ما تحشمش الا كاينه شي خدمه الناس كيخدموها بالنهار ماشي في قهوه البيار ماشي قهوه البيار راني جالس معاه على قبل الخدمه انا ماشي على شي حاجه اخرى وزيدونا ما لقيتي معنا لا دريه لا والو راه جالسين غير دراري بيناتنا شوفي غير هاد الحاله هادي تبين لك وهاد اللبس هذا واش يبين لك انا خارج ندور ولا خارج ندير شي حاجه اخرى عرفتش هاد الحاله كديرها غير باش تسمني مامي كتكون غادي لشي بلاصه عارفها لا كلاس كتقد وكتصايب ملي كنسولك فين غادي كتقول لي ما عرفتش وزيدون هاد البنات اللي كتقول ما كاينه حتى شي بنت تبارك الله بانوا لي الشابات اللي لابسه البيض اللي لابسه الاحمر اللي لابسه الزرق كتجي تسقي عويناتك ما كتجيش تخدم هاد السم ديال العيالات راني عارف اللي باغا تصور لي نمشي عند الدري رجلي برجلك غنمشي عند الدري رجلي برجلك ونجي عندك رجلي برجلك غنمشي عند الدري ونجي عندك رجلي برجلك فاطمة الزهراء بلا ما تجهليني انا بلا ما تجهلني غنمشي انا وياك هي غنمشي انا وياك يلا زيدك يلا زيد انت قدامي كنت وراش هات قلبي يا بويا راح اقول للسين سلامات سلام امينك والو ما كنفكر شفت ماشي هي هذيك اليوم النهار جايبه ليا وانا ماشي هي شكون هي الشيف الهافه جيب ليا كيبو ديز الزيت محطوطه في الكوزينه ما تنفع ما دارت عاوتاني اش دارت شوفي غنقول لك واحد الحاجه وعطيني عقلك انا ما عقلتش بغيتي انا نعطيها لك دابا اتفقنا انا عارفك طميمه بحال حالتك واش نوصل ما كلش اش عاونيني عليها نحرف على العيش تبات ما تصبحي ولكن ديري لي داكشي ديالك اللي كنتي كديري في الصغر ولكن بلاتي نتعقل واحد الحاجة اعطيني باش نعطيك علمناهم السعاية ومشاو سبقونا للديار الكبار هما ليلى طلبي شحال بغيتي اللي عطيتي اللي حب خاصك ها هاد صباعي تكملي زين تلقي ملي سمع الصوت دابا هي اللولة سافا بيني لي قلت لك بغيتي تجي لا 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 حيدي يدك بعدا على هاد الطميط عاد نهض علاش اش قربك اختي لا تسد داري هو دار ولدي واش قرب لا واخا دار اختي قبل ما تكون دار ولدك هو راه ولدي هو اللي اختار اختي كبنيتي واخا اختي راني بنيتي كحوايجكم كحوايجنا علاش بنيتي والو بنيتي شاورتي معايا شي ولدك اللي ولدك ودارو ولا بغيتي شي حاجه كيتشاور معايا ما تقربيش ليا حوايج هنا كتحط امانه تهزات فينا هي الامانه امي مينا فينا هي الامانه امي مينا كتحط 100000 هنا فينا هي الامانه فينا هي الامانه من الفوق Thank you.
عبدو تسنى سعد مالك اخويا صاحبي والله يشوف الصباح وانا كنقلب عليك باغي غير نشوف مالك شنو واقع اخويا راه حشومه بزاف اصاحبي هذاك الشيء اللي دارت مرتك واش دارت مرتي هنا مرتي بخير عادي انت صاحبي واش هذاك وجهك ولا كفاك مع شنو موكلك هذيك تداوي على ذاك الفيديوهات اللي كتلف وانت شمنو فيديوهات علاش شديتها هي وخيتها ومشاو ضربوا امك قتلوها بالعصا شنو الهضره كتقول كندوي معاك غادي ربو مشوها اصاحبي مراتي انا ضربت امي وي راه من قبيله وانا كنقلب عليك باش دير هادشي فراسك اصاحبي سير دير شي حل اصاحبي واش تبغي امك يضحكوا على الناس اصاحبي النهار كله امك يضربوا فيها سير دير شي حاجه اصاحبي سير اطلقنا لا حول ولا قوه مالك انت ضربتي امي انا لا انا سمعي سمع داك شنو ولا انا راه عاقل على ليكوز ديالك انا اللي كنت كنمشي كنتقدام ولا كنجيبهم لك وليتي انت كضرب عليا امي يلا زكزك عندك ما تجينيش باقا سمعي راه الزرق الزرق هو باك الزرق هو اللي مدصر ما تعيش لي يبا حيت انا دصرتك وخليت جالسه معايا والحاجه اللي قلت لك ما جالساش معاك فين جالسه معاك يلا طلق مني يلا طلقني ضربيني ضربتي لي امي ما تضربيني انا سمعيني كون ما جيتينيش دريه كنت راه فاك شرح يدي هذه اخر مره غنعاود نتبرى فاك واصلا ما غاديش تكون اخر مره حيت غتكون اخر مره تجي لا انت لا ديك اختك لهاد الدار هادي غتطلق مني داك الزرق ولا غندير صبعي في ودني وغنغوت عوق عوق عباد الله راه كيخص تلخ فيا ولا غنعيط لك على ديك القنديشه ديال اختي تجي تصرخك اش بحال الكذاب عرفتي شنو ايش ديال البروشه بقى صغير كون جيتي لشي وحده كبيره وكون جيتي لي اصلا الراجل كنت غندير فيك شرح يدي اصلا الراجل كاع ما كيضرب ما دورمي ولا تفك الهضره انا غنوريك الا بقيتي معايا دقيقه واحده لا انت لا اختك في الدار انا راه العوان راه ماشي راجل علي حبيبي باش غادي ندوز اللايف ديالنا شوف ما عندك باش غدوزي هاد اللايف وهاد اللايف ما عندك فين غتكمليه البلاصه الوحيده اللي تقدري تكمليه فيها هي داركم غتجيب لي الشطايط اللي عندك كاملين وهاد الحوايج اللي عندك كاملين واي حاجه عجباتك في الدار ديها معاك هنيئا لك حد 200000 درهم كلشي غيجيك اي حاجه بغيتيها غادي نعطيها شك ترجلتي ملي كنتي غن 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 راجل عليك وراجل على امك وراجل على اي واحد غادي يدوي هو هذاك انا حكي حكاك وسيخه اللي كان داك النهار لا حكاتني امي اللي تسلخ حيد يدك امي اللي لقيتها صرخه وجا عباد الله كيعاودوا لي فيها عطيها صرخه ومليون الف صرخه حيت انا تبرش خليني مقراني امك راه ما تجيبها عندي ما نمشي عندها راه ما باغيش ندير فيك يديا راه ما باغيش ندير فيك يديا عرفتي شخرجي بحالاتك انت وديك الشبكانه ديال اختك غتهزيها قبل من العائله بزاف عليك اختي بزاف عليك اختي ولا نسيتي نتايا ملي كنتي داير غير بيعه وشريا راه انا اللي هزيتك حتى درتي الدار درتي الطوموبيل ودرتي البيع والشراء الكبير تبارك الله سمعتي بلا ما تبقى تعصبي فيا غنخليها غندير معاك شي حاجه خايبه غادي من بعد غندم عليها ترجلتي راجل جمع عليا وحك جمع حالتك وسيرها اصلا ما يشربنيش نبقى عايشه انا ولا ما يشربنيش نبقى عايش مع وحده بحالك امي اولى ليا منك امي احسن منك انت احسن من مليون واحد هرسو راه ماشي ديالك ياك حيت هذا بصيف فلوسي انا هرسو وانا خليت لك الشياطه عيش معاه ما انا اولى ليا السوشيال ميديا والحياه اللي فيها الفلوس ما انت نجيب 10 من قرانك ونجيب 10 احسن منك خليتها لك هذيك السوشيال ميديا خليتها لك هاد حيوان انا غنقد بنتي وغنمشي سير دي بنتك ودي كلشي دي معاه ما بقيتش باغي نشم بشي ريحه ديالك شي حوايجك الزير والدار كلها غري امو نعاود نفصلها من الاول امي اولى ليا منك الحمد لله والله الا كلشي لاباس كيفاش خبرتي وليدي والله الا مع الوقت كيتسلم عليك الوالده سلم عليها بخير شحال هادي وليدي ما بقيتش الشهر وقت والظروف كي دايره مع الصحيح بعدا كلشي مزيان الحمد لله شي مرتاح عبد واش دارت لي وليدي ودايره في خباري وليدي شي اش غنقول لك على هادشي علاش جيت عندك الوليد شي مرتو جدات ليا داني زعما كنعمر معاه في الدار ولا ها كيخرج هو كتنود ليا هي واختها واحد اختها واحد اختها اش غنقول لك لهليج على ربي مد ليها يديها للحنه انا ما بغيتها ما تفرحش ندفوني وكلاوني وهادي هادي اش غندير وليدي زيد جلابيتي وزيد صاكي وحضرت راسي وزدت عندي ما ندير وعلى قبل هادشي جيت عندك امي مينا
على قبل هاد الموضوع، عارف هذاك الشيء اللي طرا وعارف. اما دابا قرا عبد الغفور راه طلق مرتو ودابا راه هو ندمان صراحه، هو دار فيها ما يليق وخصمش عليه انا بيديه. قلت لي راه امي مينا راه امك هذيك ماشي، وانت عزيز علينا وغالي علينا وراكي كاع الجيران كيحترموك انت عارف هادشي، وانت عارفينك قلبك بيض مولا ستار الكبير. انا عرفت واحد النهار غادي تبان الحقيقه، وعرفت واحد النهار ولدي غادي يحس وغادي يعيق وغادي يعرف، فهمت ولا لا؟ وهو مبارك اشي انا الا كانوا العيالات الامهات يعني كيتبهدوا بان ولادهم يطلقوا، انا فرحت ليه، انا فرحت ليه انك كان باقي عندي جات كون زغرت، فهمت ولا لا؟ راه ربي كيدير اللي فيها الخير، وراه ولدك هذا واش تلوحي؟ انا ماشي عليه هو، انا عليه هي، وهي دابا صافي زيها هي صافي طلقات درويشه. دابا راه جيت عندك، جيت عندك امي مينا غير باش نصالحك مع ولدك. الله يرحم بوك ابوس لك راسك. على مني ساق الخبار ولا مني يعرفني انا ما طلع زعما كانوا ما لقانيش في الدار، هذيك الساعه يجي يقلب عليا يسول عليا. يلاه كيفنا يعطي الراس هاد شي مو واش هي غدوزيه؟ ما كتبقى يمو دابا ديري على وجهها، هذا اول طلب واخر طلب امي مينا. واش نقول لك اوليدي راه في واحد الحاله هو يوجد لها الحرام. والله ياخذ فيها الحق، والله ياخذ فيها، ما عندي ما ندير، هو ولدي وانا امي ما عندي ما ندير اوليدي. واش قلتي امي مينا؟ سير اوليدي سير كلمي سير. واش من قلبك امي مينا؟ ما كيبقى ولدك. الله يتهاني اوليدي. وانا راه موجد لك واحد المفاجاه. عبد الغفور دخل دخل ها هو كاين هنا. كنتمنى يكونوا بزاف ديال الناس وصلوا من الميساج وفهموا وعرفوا القيمه ديال الام. اول حاجه بغيت هذوك الزوجات او حتى الازواج بجوج يعرفوا القيمه ديال الام كيفاش دايره، باش كنقرروا نعيشوا واحد الحياه مع بعضياتنا راه كتولي امك هي امي، باك هو با، وخوك هو خويا. هكا غادي نعيشو حياة مع بعضياتنا، ما نفهموش الدنيا بالغلط. إلا مشينا غير على التقاليد ديال جدودنا غادي نكونو غاديين بخير. بركة علينا مبقاو حاطين السوشيال ميديا والتليفونات بزاف، لأنو هادشي خرب أسر كبيرة. خوتي كنتمنى يكون عجبكم هاد الفيلم، متبخلوش علينا بشي بارطاج وشي تعليق زوين، مش هكا الفيديو طلع بزاف ديال الناس. كنبغيكم بزاف، كان معكم عبد المنار، نتلاقاو في القصة الجاية ان شاء الله.